بعد تشكيل الحكومة العراقية عقب انتخابات 2018 والتي استغرق اكتمال تشكيلها قرابة العام، انطلقت في اليوم الأول من تشرين الأول من العام 2019 تظاهرات هي الأكبر من نوعها في العراق منذ سنوات، جاءت احتجاجاً على قلة الخدمات وانتهاك حقوق الإنسان وتضييق حرية التعبير والرأي، فضلاً عن الفساد المستشري في بعض مؤسسات الدولة، وهو ما أقلق السلطات الحكومية في العراق والتي واجهتها بإجراءات عدة كان أبرزها منع الصحفيين والقنوات الفضائية من التغطية الإعلامية لأخبار التظاهرات، الأمر الذي ولدت على إثره كيانات إعلامية من داخل ساحات التظاهر نفسها. تحولنا من متظاهرين إلى متظاهر إعلامي، من متظاهر إلى متظاهر إعلامي، بعدين نشأت فكرة الصحيفة، كون صحافة، أكو بعض الطلاب عندنا قسم صحافة ما أخذنا حصتنا بإعداد التقارير، ممكن بالعلاقات العامة، إنه شلون نأسس بيننا وبين فلان مؤسسة، قالوا خلينا ننشئ صحيفة. كل الدعم كان من الطلاب والطالبات اللي موجودين ويانا بنفس التيم، نفس الفريق، كنا كل يوم سبت إحنا نصدر عدد، كل يوم خميس بالليل أو جمعة إحنا نجمع من كل نفر مبلغ مال صغير حتى في سبيل نطبع هذه الصحيفة. ظهر لأول مرة في العراق إعلام بديل بإمكانات وجهود بسيطة لفتت أنظار العديد من المؤسسات الإعلامية والمهتمين بشأن هذه التظاهرات. تمثل هذا الإعلام في إصدار عدة صحف ورقية مطبوعة، فضلاً عن إذاعة محلية قام بإدارتها والعمل عليها مجموعة من المتظاهرين، فكانت هذه الوسائل بمثابة الرأي الحقيقي المعبر عن صوت المحتجين. وقد تناولت العديد من الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنشره هذه الجرائد والإذاعة من أخبار وبيانات. محطة أو فضائية صدى التحرير تأسست في بعد المظاهرات بأربع أو خمس أشهر، اللي أسسوها مجموعة شباب يعني داعمين للحركة الاحتجاجية من خارج العراق، طبعا هي تم تأسيسها لكن عملها كان ميداني بحت، ما بيها أي استوديو ولا لوكيشناتها طبيعية اللي هي محيط ساحة التحرير وكل المناطق المفصلية اللي بمنطقة الاحتجاجات أو ساحة الاحتجاجات. تعرض صحفيون عراقيون كثر للقتل والاختطاف بسبب تغطيتهم الاحتجاجات ولم يتسنى إحصاء عددهم، ولكن في آخر مؤشر أصدرته لجنة حماية الصحفيين الأمريكية كان العراق يحتل المرتبة الثالثة بين أسوأ دول العالم وفق نتائج المؤشر العالمي للإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين للعام 2020، حيث جاء ترتيبه بعد الصومال وسوريا. فحصيلة شهري تشرين الأول والثاني من عام 2019 تظهر تعرض 100 صحفي للاعتداء والضرب، من بينهم 3 تم قتلهم مع تحجيم ومهاجمة المؤسسات الإعلامية بسبب تغطيتهم المستمرة للاحتجاجات، فتم غلق 8 فضائيات و4 إذاعات وإنذار 5 فضائيات تحت ذريعة مخالفة السلوك المهني. الكل كان يلاحق الصحفي في حال تغطية التظاهرات، وخصوصا عندما تكون هنالك عمليات اطلاق نار او ربما قنابل الغاز المسيل للدموع. الكثير من هذه المشاكل التي كانت تحصل اثناء الاحداث في التظاهرات ويتجه الصحفي اليها يواجه الكثير من الصعوبات عندما يصل، وايضا يتم توثيق المادة الصحفية بشكل تام ومهني، ايضا تكون هنالك مضايقات اثناء عمليه الخروج او ربما يتعرض الى الطعن بالسكاكين من قبل ميليشيات مجهوله تتواجد في ساحات التظاهر وهي تابعه بشكل مبطن الى احزاب تنتمي الى السلطه. وبالمجمل فقد استهدفت حوالي 14 وسيله اعلاميه في المحافظات التي شهدت تظاهرات منذ اليوم الاول لها، حيث تنوعت الاستهدافات بين اقتحام وتدمير لمقرات القنوات كما حدث مع قنوات دجلة وإن آر تي عربية والحدث، وبين اعتقال كما حدث مع قناة الرشيد التي اعتقل مراسلها أرشد الحاكم في ساحة الطيران مع زميله أحمد الركابي وعلي فاضل، حتى وصل الأمر إلى التصفية الجسدية التي تعرض لها الصحفي أمجد الدهامات في محافظة ميسان.
الكثير من المضايقات التي مورست بحق الصحفيين، وايضا كان هنالك اغلب الاحيان منع بشكل تام. اعتمدنا على اسلوب مغاير بنقل التظاهرات، يعني من الممكن نحن كصحفيين ان نتخفى بطرق معينه، نغير الزي وندخل نوثق التظاهرات بالهواتف الشخصيه. اما الاختطاف فكان من وسائل الضغط على المتظاهرين، حيث كان الصحفي محمد الشمري من أبرز الصحفيين المختطفين، وهو حال وصل بالعراق إلى المرتبة 156 من أصل 180 بلداً على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة. حجم التغطية الإعلامية كان مو مثل الشيء اللي رايديه المتظاهرين، ولا كان بالمستوى المطلوب. يعني مثل ما نعرف أنه التظاهرات كانت تتنامى يوم بعد يوم بالعاصمة بغداد أو بالمحافظات العراقية الأخرى. كانت هناك بعض المحاولات من قبل بعض القنوات الفضائية، لكن أيضا هذه القنوات الفضائية على الرغم من قلتها أيضا بدأت تواجه عقبات كبيرة، يعني عقبات أمنية، عقبات قانونية، ملاحقات من قبل جهات خارجة عن القانون إلى آخره. لكن يعني بالنتيجة أنه يوم بعد يوم بدأ يتطور العمل، وأصبحت ساحة التحرير وساحات الاعتصام والتظاهرات انعكاس ومرآة إعلامية حقيقية لما يحدث داخل التظاهرات. وقد اتخذ المتظاهرون أيضا الرسم على الجدران وسيلة إضافية للتعبير عن احتجاجاتهم وعن مطالبهم، فامتلأت جدران ساحة التحرير وشوارعها بالرسوم المعبرة التي ميزت حرفية من رسمها، فضلا عن الأغاني الوطنية أو الحماسية التي كانت تبث في محطة التلفزيون التي أسسها المتظاهرون. ببداية دخولنا إلى ساحات التظاهر، يعني مشاهد تقشعر لها الأبدان، مشاهد الملصقات التعبيرية وأيضا الشعارات اللي مكتوبة على الجدران والمعلقة بالبوسترات والفليكسات والصور داخل ساحات التظاهر، هذه كلها أكيد تأثر وتزيد دافعك وطموحك بالخروج. أنت طلعت من أجل هدف، لكن هذا الهدف يحتاج إلى تحفيز يعني بين فترة وأخرى. فبالتأكيد هذه الكلمات اللي كانت مختارة من قبل أشخاص مختصين، كلمات تأثر ومثل ما نقول بالعامية توقع على الجرح. يبدو أن الحاجة أم الاختراع، ففي وقت قياسي شهدت الساحة العراقية ولادة جيل بدأ يصدر وينشر الأخبار بأقل التكاليف لإيصال ما كان يدور بشكل يومي، وهو ما يؤشر إلى قدرة هذه المجاميع على مواكبة التطور من جهة، والحرص على نقل الحدث دون تضخيم وتزييف للحقائق من جهة أخرى.